أمزل لا على حاجة سخنة و ده يا سلام يا 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 ولا عندنا ولا يا يا بعدين هوب بقى مغاسل. بص شوفها تاني مغاسل بقى وش امك الحاج اللي عمال ايه ده انا خلاص بقيت منهم. يا حلاوة المول يا حلاوة لو يا حلاوة يا حلاوة المول يا حلاوة. يهب على القلب وتلقفه العقل ولا يعرفه الدرس. يهب على القلب وتلقفه العقل ولا النور يا جلاء. يهب على القلب وتلقفه العقل ولا يعرفه الدرس. يهب الو ايوه اني العارف بالله ازيك يا محروس ايوه اني معاك اهو. لا انت خلاص فاضل لك حصه واحده ايوه وهتبقى ولي بقول لك هتبقى ولي بس تبعت البقيه ابعت بقيه الفلوس. مع السلامه. انت هتبعت الفلوس من هنا هتبيك الختم من هنا وتشتغل على طول في رعاية الله. وانت مالك باكل ايه ولا ما باكلش؟ لما تبقى ولي هتعرف اني باكل ايه. ايه الناس دي؟ حج عوض. ايوه يا عوضين عايز حاجه؟ هو انا هبقى ولي امتى يا حج عوض؟ ولي استمر بس في الهز والرقص وانت توصل بسرعه. استمر استمر. وانت مالك انت بيجي؟ بس يا عوضين سيبك منه ما تردش على الاشكال ديت. احنا قلنا ايه؟ طيب انا هبقى ولي امتى؟ هتبقى ولي لما تبقى شيخ طريقه. طب انا هبقى شيخ طريقه امتى؟ لما الحج عوض يديك ختم الولايه. هو لازم يديك الختم كده عشان تبقى ولي بسرعه. ما تسكت يا عم. هو انت لو قعدت ساكت هيقولوا اللي قاعد ساكت اهو. ده انت بجح قوي. ايه يا واد قلت لك سيبك منه هتبقى شيخ طريقه قريب. بس اهم حاجه الاخلاق قبل العلم. الاخلاق قبل العلم يا ولا. على قولك يا حاج عوا على قولك. والله فيه ناس عندها علم ايوه وما عندهاش اخلاق. ما عندهاش ذره اخلاق خالص والله يا حاج عوا. انت هتقول فيه تقول لي يعني ايه الكلام ده يا بحبح؟ اسكت ياد بقى يالا اسكت يالا. انا مش فاهم حاجه. استنى استنى بس يا عوضين. انت تقصد مين يا بتقصد مين انت باللي عنده علم وما عندوش اخلاق؟ تقصد مين؟ رد عليا رد تمام في زورك يا حاج عوض. انا ما اقصدكش انا ما اقصدكش صدقني يا حاج عوض. انا بقول ناس عندها علم لكن ما عندهاش اخلاق. فانا ما اقصدكش خالص. انت لا عندك علم ولا عندك اخلاق يا راجي. ايه دي يا نهارك مش فايت وبتغلط في ولي الله كده الحج عوض علنا بللا كده علنا كده جهارا بهارا كده. اسكت يا بقى يالا. القصص قامت والقوالب قامت يا ولا. هو غلط فيا هادي عوض. هو انت ما فهمش الكلام يا حج عوض ولا ايه؟ لا ما فهمتش يا بقره. بقره انا بقره. الواد بحبح ما غلطش لما قال عليك لا علم ولا اخلاق والله. انت بتهلفط بتقول ايه يا دي؟ انت سمعني. انا سامعه بيشتمك يا حاج عوض الواد ده. انا سامعه بيشتمك بوداني. انا شتمته؟ ايوه انت. لا انت اللي شتمته. انا ما شتمتوش يا اخويا. انت اللي بتشتمه. انت اللي بتشتمه وانت اللي بتشتمه. هو انا شتمه بلعب معاكم جوم وجوم اتعلقوا الركب انت وهوي. ابني وداني بحباني. اعزائي المشاهدين متابعين قناه البحبحاني في كل مكان احييكم بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي المشاهدين كم ايه من القران نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبتعرفه انه لازم يبلغ دين ربنا. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. وايات كتير من نفس الامر ده. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مامور انه يبلغ الدين كامل. ما اعتقدش في نقص. واللي يعتقد ان الدين فيه نقص فده ليس من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه الدين كامل. فتخيل معايا كده محترم لو في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم، انا بقول تخيل يعني دي حاجه ما حصلتش، بيحكي للصحابه عن قصه نبي من الانبياء، وفي يوم من الايام قرر ان هو يقول لهم ايها الصحابه النهارده هنروح نزور قبر فلان عشان ده ولي من اولياء الله، وبعد فتره ثانيه يقول لهم النهارده هنزور قبر فلان عشان ده من ال البيت وفرض عليك انك لازم تتوسل بيه، وذكر لهم فضل زياره قبور الصالحين للتبرك بهم، لان زياره القبور اصلا مشروعه في الاسلام. طيب هي مشروعه لايه اصلا؟ هي مشروعه كده وخلاص اعمل اي حاجه؟ لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه هي العبره من زياره القبور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فانها تذكركم بالاخره. خد بالك تفكرك بالاخره يعني بتفكرك بالموت يعني عظه وعبره. يبقى انا لما اروح عند قبر فلان عشان اتذكر الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر للصحابه قبور الصالحين ولا الاهتمام بيها، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيروح للقبور كان بيروح عشان يدعي ليهم. يبقى المشروع ليك لما تروح عند القبور او بالاخص عند الاضرحه اللي هي حاجه لم تكن
من الدين، بل النبي حذرنا ان احنا نعمل كده. يبقى المشروع للميت انك لما تروح له تدعي له، ولكن مش بقصد التبرك بيه، ده بغض النظر انك انت حاطط الميت ده جوه مسجد. وقال في حديث فيما معناه ان الناس قبل مننا ربنا لعنهم لما كان بيموت الراجل الصالح بيبنوا عليه مسجد، كان اذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا. ولما بتكلم حد من اللي بيروح عند قبر واحد في مسجد وتقول له هات لي دليل من القران، بيترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب لك ايه من قصه. في سوره الكهف مثلا قال تعالى: قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وده سبحان الله خبر من قصه، زي مثلا لما ربنا يقول في القران من قصه سيدنا يوسف: اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا فهل يجوز قتل الاخ. لكن لما تقول له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دفن الميت في مسجد، ونهى برضو انك تبني مسجد على ميت، فيلف لك لفه طويله كده ويقول لك يا وهابي قبر النبي في المسجد. ولو جيت تبص للمساله دي هتلاقي النبي مش مدفون في مسجد ولا اتبنى على قبره مسجد. النبي صلى الله عليه وسلم باختصار عشان ما اطولش عليك وتكمل الفيديو، اندفن في غرفه السيده عائشه، وفي وقت توسعه المسجد دخل القبر جوه المسجد. يبقى الغرض منه لا النبي اندفن في مسجد ولا اتبنى عليه مسجد، ولا كان من هديه اظهار قبور الصالحين. نعم نتقرب الى الله بحبهم ولكن لا نتوسل بهم الى الله. تقول لي ليه؟ اقول لك ان ربي قريب، هو قال كده: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي. خلونا نبدا عشان ما نطولش عليكم. بص بقى يا باشا، بص انا موطي صوت عشان العمليه اتاخرت، يعني الشمخ في ابهى صوره ده تقريبا، يعني مطلعين ولي من قبر بيتبركوا بيه. نشوف دلوقتي وبيشربوا الميه اللي هو يعني بيغسلوا رجله لمؤاخذه وبيشرب بيتوضوا بيها تبرك بقى. هتيجي تكلم اي حد من الناس دي يقول لك ايه؟ الصحابه كانوا بيتبركوا بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه ده يعني؟ اتفضل اتفضل. زياره الناس الصالحين اللي هم الاحياء كويس جميل، انك تروح تقول له ادعي لي يرقيك تعلم منه الدين، انما يعني فين العلم اللي بتاع العلماء؟ فين علم الاولياء؟ فين يعني؟ ده ما لاحظ بس الراجل اللي هو ايه هيغسل ويقوم مسح وشه كده، اكررها لك مرتين كده. وده يا سلام، يا ولا عندنا ولا يا امك الحاج اللي عمال ايه ده؟ انا خلاص بقيت منهم، كلهم راضين عني دلوقتي. يا ايه ده؟ والمنشه اللي شغاله والتاني شغال، يا على العباده. مش عارف ليه الناس غفلانه عن ذكر ربنا من زمان. أمك الحاج ما أنتخ، أنا ما تعرفوش يعني إن كان صالح مش صالح. لنفسه لنفسه مش كده، مش دي. فين علمه؟ فين اللي انتوا تعلمتوه؟ فين تقربكم إلى الله؟ استنى بس، اصبر صبرا. ايه بص بقى، لاحظ عمك الحاج أبو نضارات ده. أنا هطلع لفوق أهو، بص لاحظ كده، أنا هطلع لفوق عشان تعرف تشوف كويس. وبيدلك له رجله كويس يعني، بعدين هوب بقى مغاسل. بص شوفها تاني، مغاسل بقى وشه، شوف كده. مش عارف يعني، هو يعني فوائد الولي ان هو يقعد في وسطكم كده واحنا نرقص كده. ايه ده؟ ده عامل زي اللي قاعد على حاجة سخنة و بس. عم الحاج بس عم عوض، أنا بحبكم في الله، وعند الله تجتمع الخصوم. معلش لو الفيديو رخم أو طول أو مش عارف هو كام دقيقة، بس تقريبا يعني مش طويل إن شاء الله. استنونا في فيديو جديد ان شاء الله. انا بحبكم في الله، كان معكم اخوكم صبحي كامل من قناة البحبحاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقفل بقى، امشي امشي، ما اعمل لايك والديسلايك والكتاب التعليق والحاجات اللي بقول عنها كل فيديو ده ابو الكلام ده، والمايك بعيد عني. اعمل لايك وديسلايك واكتب كام تعليق وانشر الحلقه ما بين صحابك، واستنينا في حلقه جديده ان شاء الله. اقفل يا عم بقى بطراكي. ساقطع كل من عادى رسولي، وابطر كل حبل للوصال، واقليه وابغضه جهارا رجاء للمثوبه في مآل.